أكدت وزارة المالية أن تقرير مؤسسة ديكود للاستشارات الاقتصادية والمالية بشأن دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023 سلط الضوء على التطور الإيجابي لمصرف المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين. وأكد التقرير التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة شراكة الموازنة الدولية، حيث تعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالية. وتخطت مصر المتوسط العالمي بمجال الشفافية وإتاحة البيانات البالغ 47 نقطة، كما تخطت مصر المتوسط العالمي في مؤشر مشاركة الجمهور لتتصدر الشرق الأوسط. بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي والوفد المرافق له سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. وذكر بيان للوزارة أن اللقاء يأتي انطلاقا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري ونقل الخبرات المصرية في شتى المجالات. من جانبه أعرب وزير الطاقة الجيبوتي عن أمل بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع الكهرباء، مؤكدا اهتمامه باستمرار وزيادة حجم التعاون في مجالات الكهرباء كافة. قام وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي التابع للوزارة، وذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع. وحرص الوزير خلال المرور على خطوط الإنتاج على الحديث مع العاملين والاطلاع على ظروفهم المعيشية ومطالبهم، وحثهم على الالتزام بواجباتهم المهنية والتكاتف معا لبذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذي يقوم به المصنع كأحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية. وجه وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة تخصيص أماكن داخل المجمعات الاستهلاكية لعرض الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بالتعاون مع شعبة الخضروات والفاكهة. وأكد وزير التموين أن الخطوة تأتي في إطار مبادرات تخفيض أسعار السلع المختلفة والتي تتبناها الوزارة خلال الفترة الحالية للعمل على ضبط الأسعار والأسواق، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ تلك الخطوة خلال الأسبوع الجاري. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يونيو من العام الحالي بنسبة ارتفاع تقدر ب7%. وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة بلغ 205.26 نقطة خلال يونيو مقارنة بشهر مايو الذي بلغ 178.3 بنسبة ارتفاع تقدر ب15.12%. وفي أسواق البترول العالمية ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي الخفيف بأكثر من 2% للبرميل بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول إلى أن البنك يستعد لخفض أسعار الفائدة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.33% إلى 79.2%. 79.2 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49% إلى 74.83 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.2% لتصل إلى $2.32 للتر. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.51% لتسجل 2.2% لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد أكبر عملية سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ في عام 2022.